بسم الله. تمارين حول درس المثلث القائم الزاوية لمستوى السنة الثانية إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. التمرين السادس: ABC مثلث بحيث قياس زاوية ABC يساوي 30 درجة وقياس زاوية ACB يساوي 60 درجة وE منتصف الضلع BC. A صغيرة ارسم الشكل B صغيرة بين أن المثلث ABC محاط بدائرة C مركزها E. يلا انقل هذه المعطيات في دفترك ثم انجز التمرين. يلا سأنتظرك حتى تنتهي من انجاز التمرين. صافي انتهيت، يمكننا نبدأ عملية التصحيح. يلا نشوف الجواب. طالبين من الشكل هو الاول، لان غادي نرسم الشكل. يلا في رأيك ماذا سنرسم في البداية؟ ما هي الخطوة الأولى؟ نعم سنرسم زاوية قياسها 30 درجة، الزاوية ABC، ثم بعد ذلك الزاوية ACB التي قياسها 60 درجة. نبدأ بالزاوية ABC. إذن غادي نرسم واحد الضلع من هذه، من ضلعي هذه الزاوية. إذن غادي ناخذ المنقلة. قيل لنا أن الزاوية التي رأسها B هو 30 درجة، نأخذ قياس 30 درجة، أو حصلنا عليه. نخرج القلم الآن. إذن غادي نضع هنا الرأس B، هذا القياس هو 30 درجة. نمشيو للزاوية التي رأسها C، غادي نختار واحد النقطة فين ما كانت هنا مثلا، وغادي ناخدو قياس الزاوية التي رأسها C هو 60 درجة. غادي نبحثو على 60 درجة، هاهي عندنا 60 درجة. متفقين؟ إذن هنا غتكون عندنا هاد الزاوية، إذن غادي نوضعو هنا النقطة سي. والقياس كما ترى هو 60 درجة. إذن هنا غتكون عندنا النقطة أ. واضح؟ نعود لرسم المثلث ونلونه. إذن كما ترى المثلث ABC اللي رسمنا هنا يستجيب لمواصفات التمرين. قياس زاوية ABC هو 30 درجة وقياس زاوية ACB يساوي 60 درجة. يلا الآن غادي نضيفو النقطة E منتصف BC. غادي ناخدو البركة ثم ننشئ منتصف قطعة بس. نعود هذه العملية. زين، الآن حصلنا على نقطتي تقاطع القوسين. إذن غادي ننشئو الآن وسط القطعة بي سي، هو هذا. غادي يحدد لنا منتصف قطعة بي سي اللي غادي نضعوه بلون أخضر، وغادي نسميو أو، وما غاديش نساو رمز التقايس باش أي واحد تيشوف معنا الشكل تيفهم بأننا أنشأنا منتصف قطعة بي سي. واضح؟ إلى الآن سنبين أن المثلث ABC محاط بدائرة مركزها E، بمعنى أن الضلع BC هو ماذا بالنسبة لهذه الدائرة؟ إذا كان هذا المثلث محاط بدائرة مركزها
E في الضلع بي سي هو ماذا؟ نعم سيكون قطر فيها. وإذا كان الضلع بي سي قطر فيها فالمثلث أ بي سي كيف يجب أن يكون؟ نعم يجب أن يكون مثلثا قائم الزاوية في أي رأس؟ نعم في الرأس أ. إذن خصنا نثبتوا بأن المثلث قائم الزاوية في الرأس أ. نتأكدوا من ذلك، نأخذ بعد المنقلة ونشوفوا واش فعلا قائم الزاوية في الرأس أ. إذن كما ترى لازم نمددو شوية هذا ونمددو هادو باش نقترب أكثر من القياس. إذن 89.94 تقريبا 90 درجة. طقين لما عطتنا تقريبا 90 درجة. لا بأس. إذن سوف نثبت أن الزاوية التي رأسها أ قياسها 90 درجة. ماذا تعرف عن مجموع قياس الزاوية أي مثلث؟ يساوي كم؟ نعم يساوي 180 درجة. إذن ناخدنا 60 وزدنا عليها 30 درجة، شحال غتعطينا؟ كم ستعطينا؟ نعم 90 درجة. نعم إذا أخذنا 180 درجة و نقصنا منها أو طرحنا منها 90 درجة، كم سيكون الباقي؟ نعم 180 درجة إلى نقصنا منها 90 درجة بيبقى لنا 90 درجة. إذن كم قياس زاوية الأسواء؟ فعلا قياسها يساوي 90 درجة. دقين إذن هذا القياس هو 90 درجة، بمعنى أن المثلث ABC كيف هو؟ نعم قائم الزاوية في الرأس A، وبالتالي فهو محاط بدائرة مركزها منتصف وتره. إذن بي سي الآن أصبح يسمى وترا في هذا المثلث. إذن مادام بي سي وتر وأو منتصف، إذن النقطة أو تبعد بنفس المسافة عن رؤوسه، أي المسافة أو أ تساوي أو بي تساوي أو سي، بمعنى أن المثلث ABC محاط بالدائرة C التي مركزها E وشعاعها EA أو EB أو EC، أو محاط بالدائرة التي قطرها BC. يلا نكتبوا البرع الآن. لنبين أن ABC مثلث محاط بدائرة C مركزها E. نعلم أن مجموع قياسات زوايا المثلث ABC هو 180 درجة. سنترجم هذه الجملة رياضيا، فنكتب قياس زاوية BAC زائد قياس زاوية ABC زائد قياس زاوية ACB يساوي كم؟ فعلا يساوي 180 درجة، أي ثم نبدأ عملية التعويض. BAC زائد ماذا؟ نعم زائد 30 درجة زائد كم؟ نعم زائد 60 درجة، والمجموع هو 180 درجة، أي قياس زاوية BAC يلا 30 زائد 60 أي 90 درجة يساوي 180 درجة. ماذا سنكتب الآن؟ قياس الزاوية BAC يساوي ماذا؟ نعم يساوي 180 درجة ناقص 90 درجة. كم يساوي هذا الفرق؟ فعلا يساوي 90 درجة. إذن ABC مثلث قائم
الزاوية في الرأس وعندنا أو منتصف وتره إذن أو تبعد بنفس المسافة عن رؤوسه وبالتالي فإن ABC محاط بالدائرة سي التي مركزها أو وقطرها BC. نرسم هذه الدائرة. إذا غادي ناخذ البركان، عندنا المركز هو النقطة أو، إذا غادي ناخذ مثلا لون أحمر لملا، ورسم هذه الدائرة، أي كما ترى الدائرة سي تمر من رؤوس المثلث ABC. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.